حواوش مرحبا بك مره ثانيه. بك ولا تفضلي حواوش. تفضلك ايمان. اليوم لي دو برينسيز اموروز ولا نقول لهم الاميرتان العاشقتان ولا اونكور ميو شاغرين دو بالي. انا نقول صبيات زوج حارت عيني فيهم متالمين وحدتهم غير بالاها يضر الغرام هو اللي راه يشغل فيهم ولا الموت جعلتهم يتيمات. القصة هذه ستو ليجوند في الوقت لا بيريود بربير دائما في الجزائر في وقت في الجزائر بني مزغنا كانوا زوج خواتات أميرات وفي دو تان شافوا انتبهوا الوحدة الأمير وليد السلطان وليد قايد كبير تاع لا ميتيجا كان يجي للسلطان تاع لو بالي تاع القصر باش الارشادات والتشاور. هادوك زوج العواتق سون طومبي اموروز لهذاك الشاب الوسيم الجميل هذاك القايد. وانما الخواتات وحده ضحكت لاختها هذيك تحبه في قلبها وتتمناه يكون زوجها والخت الاخرى تمناته ايضا وتمنات تكون الزوجه ديالو. وهذاك الحب وهذاك العشق كان يزيد يكبر في قلب القلب تاعهم. وانما هذا الحب هذا ممنوع. لماذا؟ لان في يوم من الايام اكتشفت الاميرتان هذوك زوج خواتات بلي هذاك الكافالي الوسيم الشباب كان خادي بنت لو شيف لو تريزوري قايد الخزينه. الصدمه جاتهم وعره بلي مزوج. هذيك راحت تشتكي لاختها والاخرى حكت لها بسرها زادت الصدمه كبرت. زوج خواتات حبوا نفس الرجل قاعدين عايشين في الغبينه ديالهم في هذاك الحب الممنوع حتى ماتوا. ماتوا بشاغان دامور دامور ماتوا دوك زوج الخواتات. ولات المدينه تاع بني مزغنه من الجيل لجيل يقولوا بالك تصرالك كيما الخواتات اللي ماتوا قتلهم الحب. والحب ما يقتلش، الاجل تاع سيدنا ربي هو اللي يقتل. شكرا لك.